وضع ايه دلوقتي في بيراميدز؟ في كلام جامد جدا داخل نادي بيراميدز ان هيتم اقاله تاكيس جونياس مدرب بيراميدز، وفي اكتر من مرشح، في اكتر من مرشح. خليني اقول لكم ان الكلام دلوقتي جوه نادي بيراميدز بيتكلموا على كابتن ايمن الرمادي مدرب اسوان، بس طبعا كابتن ايمن الرمادي مرتبط بنادي اسوان، ففي صعوبه ان هو يمشي من نادي اسوان بعد العروض والنتائج الهائله اللي عاملها نادي اسوان، لكن اسمه مرشح بقوه. يعني كنت بكلم حد من شويه واسم كابتن ايمن الرمادي مرشح بقوه في نادي بيراميدز، بس طبعا زي ما قلت لكم ماسك كابتن ايمن ماسك اسوان، فهيبقى في صعوبه ان كابتن ايمن يسيب اسوان ويمسك بيراميدز في الفتره الحاليه. المرشح الثاني ويمكن حصل فتحوا خط معاه في نادي بيراميدز هو باتريس كارتيرون، المدرب الفرنسي اللي كان ماسك قبل كده الزمالك، وكان ماسك قبليها الاهلي، ومسك وادي دجله شويه، وكان ماسك مازيمبي. طبعا كلنا عارفين باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي مرشح برضه بقوه لتدريب نادي بيراميدز، اللي بنسبه كبيره جدا هيتم اقاله تاكيس بعد مباراه النهارده، خصوصا كمان ان نادي بيراميدز عنده ماتش في الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر مع الزمالك يوم 16 و17. الاهلي هيلاعب سموحه والزمالك هيلاعب بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر، والمشكله طبعا ان الماتشات كلها متلاحمه، لكن في يعني قرار ممكن لسه مش معلن لغايه دلوقتي، لكن هيتم اعلانه ان تاكيس بنسبه كبيره تتخطى ال 95% هيتم اقالته من تدريب بيراميدز خلال او بعد هزيمه النهارده امام الاهلي.